Yo, what's up guys, just back, welcome to another video. We're just back with another video. We're going to watch another video, So, if you're going to watch the first video, or the first time you're going to see on YouTube, or the first time you're going to see this video, but if you're going to see this video, please subscribe to the channel, and please like, and please comment, 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 هذا الموضوع ان شاء الله اللي غادي نكمل نشوف المانيال شغل اللي غندوي عليه دابا. موضوع مهم بزاف ان شاء الله, وغادي ندير كل سيمانه يكونوا جوج فيديوهات على هاد المواضيع بحال هكا اللي خاصنا نثقفوا بنادم. داكشي تاع لي كومبليمون بروتين شحال فيه, ماستيك شحال فيه, داكشي صافي كلشي عارفو. دابا غندوي على الدوبار كما كتعرفوا, الهرمونات ولا الحوقان, اي مصطلح كتعرفو مزيان غندوي عليه. كل مره ان شاء الله غنطرقوا على هرمون. اول حاجه ما كنشجع حتى واحد يستعمل الهرمونات, عرفتي علاش؟ حيت هما فريمون راه كاين الكودات. انا غنصح الناس اللي قرروا هما يستعملوا باش يخرجوا باقل خساره من جسمهم, حيت راه ضروري كتدخل هرمونات شي حاجه غريبه الدا ديالك, ضروري كتضر الدا ديالك. حنا غادي نحاولوا ان نخرجوا باقل ضرر من هذا الشيء, هذو الطريقه والجرعات وكل شيء كيفاش تقدر تستعملوا. صور لك شي مره كتشوفني راه تهبط لتحت فرع شي لايك وشي كومونتير ان شاء الله, وشي اشتراك في القناه, وسير عندي سوغ انستغرام يطلق هنا ولا هنا, حيت تما كنهضر مع الدراري كامل وكنقروا كامل ان الفيديو غنهضروا عليه واش غنموتوا عليه يكون في هذا الفيديو. داكشي علاش قررت اني نهضر لكم على هرمونات, حيت بزاف الناس شجعوني وناس كيترينو معايا قالوا لي انت عندك تبارك الله واحد الباكطاج ديال المعلومات وقاري واخد ديبلوم وبزاف د الحوايج, قالوا لي علاش ما تشاركش الناس الفكره ديالك وتوضح بزاف الامور اللي كلشي مخبيها. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير ابوني, ما تنساش دير لايك للفيديو. باي باي, نحييكم على فيديو جديد. دابا اول حاجه خاصنا نعرفوا اللي هما شنو هو التعريف تاع الهرمونات. شنو هو التعريف الهرمون؟ الهرمونات هو واحد المواد كيميائيه كينتجوها واحد الاعضاء في جسم معينه, هاد الاعضاء كيتسموا بالغدد. هذا هو التعريف البسيط تاع الهرمونات, هذا هو التعريف ديالو. ودابا واش غادي نهضر على واحد الهرمون اللي هو مهم وكيكون كيتستعمل في اي سايكل. السايكل شنو هي السايكل؟ السايكل هي واحد المده معينه كتكون اما ضخامه ولا تنشف, كتحدد فيها اين هرمونات باغي تستعمل وشنو هو الخليط اللي كتستعمل بالهرمونات اللي غادي يخليك توصل لواحد المبتغى باغي توصل له, نتايا واحد الهدف باغي توصل له, سواء في المرحله نتاع التنشف ولا في المرحله نتاع الضخامه. وان شاء الله هضرنا نهضروا على الهرمون اللي هو هرمون الذكوره ولا التستوستيرون ولا التستوستيرون باللغه العربيه, وباختصار كيتسمى التيستو. هضرنا ان شاء الله نهضروا على التيستو, شنو هما الانواع ديالو, شنو هما الجرعات اللي خاصك تاخذ, وشنو هما اللي كتاخذو في مرحله التنشف, وشنو هما اللي كتاخذو في مرحله السن. كيحتاج ضروري التستوستيرون, ضروري كيحتاج الجسم ديالك باش يقدر يكبر. يعني هو الهرمون الوحيد اللي مسؤول على نبيل الهرمونات اللي مسؤولين على ان الجسم ديالك يكثر من الكره العضليه ديالك, هو هرمون الذكوره بطبيعه الحال. هاد الهرمون اسيدي كياخذوه الناس في اي سايكل, ضروري خاصو يكون عنده التستوستيرون. يعني ما يمكنش تدخل شي حاجه بحال دابا بغيتي تدخل واحد هرمون تاع الديكا هي كمثال, ما يمكنش تدخل الديكا والدانابول والدرانابول بوحدهم بلا تيستو, ما يمكنش. يعني ضروري خاص يكون عندك التيستورون ديالك, التيستو يكون في الدم ديالك, ولكن هو يمكن لك تدخلوه بوحدو كمبتدئ, يمكن لك تدخل التيستورون بوحدو غي بوحدو يمكن لك تدخلو, ولكن تدخل شي ماده واحده اخرى بلا تيستو راه ما يمكنش. غتوقع في واحد العمليه نتاع الكاينو اللي هو المهم باش نشرحوه من بعد, غنمشيو دقه دقه. يعني التيستو كاين بزاف نتاع الانواع, وهاد الانواع اختلاف الانواع فين كيختلفوا على حسب المده اللي كيبقى فيها في الجسم ديالك. يعني كاين واحد الربعه ولا خمسه الانواع, كل نوع وشحال كيبقى في الجسم ديالك. كاين خمسه ديال الانواع, نبداو بالنوع الاول اللي هو كيكون سريع الامتصاص, سميتو سوسبانشن. هاد السوسبانشن شنو هو؟ هو واحد النوع من التيستوستيرون كي اون فوا كتحقنو كيطلع المستوى ديالو في الجسم وكيولي يهبط دغيا, كيطلع الماكسيموم ديالو كيولي يهبط دغيا. يمكن يعني كتقد ضرب جوج ضربات في النهار بحال دابا تضرب الصباح وتعاود ضرب بالليل, هذا بيأثر على التستوستيرون اللي كياخذهم الجسم في البلاصه كيطلعو في البلاصه كيهبطو. كيجي موراه البروبيونيت, البروبيونيت كيبقى يومين بحال دابا تضرب هذا النهار كيطلع المستوى نتاع التستوستيرون في ديالك وكيبقى هابطو بشويه حتى النهار الثاني. يعني كتضرب بحال دابا ضربتي اثنين ما غتضربش ثلاثه تضرب الاربع. كيجي النوع الثالث اللي هو الانيتاج, الانيتاج كتضرب في كل اسبوع. يعني بحال دابا ضربتي نهار اثنين يوم الاثنين كيبقى يطلع المستوى ديالك كيبقى طالع 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 طالع, طالع. كيبقى يهبط حتى النهار الاحد, يعني كيبقى اسبوع داك النهار الاحد. يعني كيحتم عليك نهار اثنين تعاود تضرب باش يعاود باش ما يوليش يهبط بزاف, كيبقى ما كتبقاش تلعب بالنسبه للهرمون في الجسم ديالك باش ما كيوقعش داكشي اللي كيوقع في المراهقه, كيبقاو الهرمونات طالعين بالرهبه فهمتي, كيبقى طالع طالع طالع. كيجي النهار الاحد كيبقى يهبط كتضرب فين عاوتاني كيولي يطلع فهمتي.
عاوتاني كيجي السيبيونيت. السيبيونيت هو حتى هو بحالهم غير هو كيبقى 14 يوم في الجسم ديالك كضربو النهار الاول كيبقى النهار الثاني بقى يطلع النهار الاول كمورا غادي طالع حتى كيدوز جوج الاسابيع وكيبقى يهبط. يعني في مده ديال جوج الاسابيع ضربتي هذا النهار نهار الاول الثاني الثالث كتحسب 14 يوم كتعاود تضرب في نفس الوقيته باش يكون داكشي هرمون ديالك مقاد في الجسم ديالك. كاين واحد النوع اللي بين قوسين سميتو سوستانون. السوستانون هو نوع من التستو ولكن فيه خليط نتاع هاد الانواع كامل. يعني فيه البروبيونيت الانيتيت سوستانون فيه يعني مخلط كل شيء فيه كل واحد شنو كيفضل. وبالنسبه شنو هما اللي غيتاخذوا في مرحله النشيف ولا في مرحله الضخامه كيبقى سميتو لونغ ايستر. لونغ ايستر هو الهرمون اللي كيكون عنده مدى طويل في الجسم ديالك كيتاخذ لمرحله التضخيم بحال البروبيونيت الانيتيت كيتاخذوا لمرحله التضخيم اللي كيبقاو في الجسم ديالك بزاف. على عكس مرحله التنشيف كياخذوا الهرمونات اللي كتبقى في الدم ديالك قليله بحال البروبيونيت والسسبنشن كيتاخذوا بجوج. يعني كاين مرحله التضخيم كناخذوا الحاجه اللي كتبقى في الجسم ديالنا بزاف وفي مرحله التنشيف كناخذوا الحاجه اللي كتبقى قليله في الجسم ديالنا لمده قليله. ودابا غادي نجيو للجرعات شحال تقدر تدخل ديال الكميه من هادو. بالنسبه للونغ ايستر داك الهرمون اللي كيبقى مدى طويل في الجسم ديالك كتاخذ ما بين 400 حتى 600 ملي غرام كل ضربه. بحال دابا نديو السيبيونيت ضربتي هاد النهار نهار الاثنين كتاخذ ما بين 400 حتى 600 ملي غرام وكدوز 14 يوم وعاد كتعاود ضرب ما بين 400 حتى 600 ملي غرام على حسب انت والاقدمي ديالك في هذا المجال واش مبتدئ في الهرمونات ولا قديم في الهرمونات. وبالنسبه للهرمون التستو اللي كيبقى في الدات بكميه قليله كتاخذ ما بين 100 حتى 200 ملي غرام بحال البروبيونيت والسسبنشن كتاخذوا ب 100 حتى 200 ملي غرام على حسب الاقدمي ديالك في هذا المجال. هذه الهضره ملي تكون كتستعمل هذا الهرمون هذا نتاع التستوستيرون يمكنك تستعمله بوحدو يمكنك تستعمله غير بوحدو لكن هو الوحيد اللي يمكنك تستعمله بوحدو على عكس الهرمونات الاخرين كامل ما تقدرش تستعملهم بوحدهم بلا وجود تيستو. المهم ملي كتستعمل هذا التستوستيرون شنو خاص يكون معاك شنو يكون عندك في السايكل ديالك. خاص يكون عندك واحد الدواء اللي سميتو نورفاديكس. هذا النورفاديكس هو مضاد للاستروجين. علاش؟ حيت انت ولا حنا كانسان كاين واحد النوع ديال الناس اللي ملي كيطلع لهم الاستروجين كيطلع التستوستيرون الثاني ديالو كتوقع واحد العمليه ديال القرماطه. هاد العمليه ديال القرماطه كيتحول التستوستيرون لاستروجين. ملي كتحول التستوستيرون لاستروجين شنو كيوقع للذات ديالك؟ كتولي بحال البنت الصوت ديالك كيبقى يرطب كيبقى يوقع لك واحد الكاينو. هاد الكاينو ولا الكاينوماسيا هو التتدي باللغه العربيه يعني الصدر ديالك كيبقى يهبط يولي بحال ديال البنت وكتبقى تشد الماء بزاف. يعني باش تجنب هاد المشكل هذا كتاخذ نورفاديكس والكميه اللي كتاخذ نورفاديكس كتاخذ وحده في يومين كتاكل هاد النهار وحده غدا ما كتاكلش مورا كتاخذ وحده. هاد نورفاديكس كتباع في فارماسي عند اي فارماسي في الشيلو هو سميتو مضاد الاستروجين كدير ب 125 درهم مغربيه يعني 12.5 اورو وكتاخذ الدواء نتاع الكبده باش تحمي الكبده ديالك ليك. انا بعدا كناخذ هيمالايا واحد الدواء سميتو هيمالايا ديال الكبده كتبقى تاخذ جوج حبات في النهار هادشي اللي كتاخذ. اون فوا كتسالي هاد السايكل ديالك اللي يكون عليه التيستو كتاخذ كتجي واحد المرحله سميتها بوست سايكل يعني واحد المرحله تاع التنظيف كتاخذ واحد ثلاثه نتاع الدوايات اللي ضروري خاصك ديرهم باش علاش نفهمكم. حيت من داك كدوز من كتخرج المرحله نتاع الهرمونات كتكون درتي واحد المده اللي ما كتجاوز شهرين نتاع التيستو كتبقى غادي كتدخل التيستو الحجر ديالك ما كيبقاش عندك التيستوستيرون حيت الجسم ديالك كيقول لك الانسان هذا عنده التيستو في الدات. علاش انا غادي نوض الحجر ديالو غيبقى يخدم وينتج التيستو يعني الحجر ديالك كينعس داك الساعه. يعني انت خاصك ملي تسالي هاد البوست سايكل خاصك شنو خاصك تبقى مكتسب داك الحجم العضلي اللي خديتيه وفي نفس الوقت ما يوقع لك حتى مضاعفات باش ما يوقعلكش هاد المضاعفات. حيت ملي كتقطع هرمون داك الساعه صافي كساليش دابا قطعتي الهرمون ما بقاش تيستوستيرون الجسم ديالك باقي ما نتجوش يعني غادي تفقد الكتله العضليه غادي يوقع لك هذا الشيء نتاع الكاينو. يعني غتاخذ نورفاديكس وكتاخذ 20 ملي غرام في النهار لمده 20 يوم وكوليميد شحال 1000 ملي غرام لمده 2 سيمانات وكتاخذ واحد الكومبليمون اللي سميتو الزنك كتاخذ 50 ملي غرام في النهار 50 ملي غرام في النهار وفيتامين دي كتاخذ 10 ملي غرام في النهار. هادو اوبجي انك تاخذهم باش كيعاود الاعضاء الداخل كتعاود تحيا من جديد وكتعاود تخدم والامور كترجع ما بين شهر حتى 3 شهور كترجع الجسم ديالك كيف ما كان في الاول. و جيسبر كو تكون الامور فهمتوها ولا غير شويه. دابا غنبقاو كل نهار نهضروا على هرمون ومن بعد غنبقى نعطيكم واحد الخليط نتاع التضخيم ومره تاع التنشيف وكل مره. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو جيسبر كو تكونوا فهمتوا الفيديو مزيان. و الا ما فهمتوش شي حاجه تخليها لي تحت في الكومونتير ولا سير عندي الانستغرام وسولني عليها وراه غنشرحها لك.